مشاهدينا الكرام مساء الخير، حلقة جديدة من انترفيو مقابلة، وهذه الحلقة في هذه الحلقة سنتحدث عن الشعر العربي بين الهوية والعولمة وانعكاساته وتأثيراته السياسية والاجتماعية. لا شك أننا نعيش عصر العولمة، عصر الانفتاح، انفتاح الثقافات وتدخلها مع بعضها البعض، بحيث تأثرت الخصوصيات الحضارية إلى حد كبير بواقع كسر الحدود الثقافية الكونية، حتى بتنا نتحدث عما يسمى بالمثقافة الحرة. ولطالما كان الشعر العربي جزءا من الثقافة والخصوصية العربية، والأصدق والأشرس في عكس الواقع الحضاري العربي، كان لابد من تسليط الضوء على هذا الهامش المهم من الحضارة العربية ومدى تأثره بالانفتاح العالمي، لنتطرق إلى دوره في عكس الواقع السياسي والاجتماعي للمجتمع الذي منه انبثق. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الشاعر الأستاذ إحسان عبد الرحمن أبو غوش. أهلا وسهلا بك أستاذ إحسان. أهلا فيك أستاذ إحسان. سؤال لابد منه عندما نتحدث عن الشعر، الشعر ديوان العرب، واليوم الفيسبوك هو ديوان العرب، أليس كذلك؟ نوعا ما أتفق معك. ولا ديوان كل الشعوب؟ أتفق ولا أتفق عمليا. بداية نتيجة للتطورات التكنولوجية، هناك زخم كبير جدا في كتابة الشعر من الشعراء سواء العالميين أو المحليين على صعيد الفيسبوك أو ما يسمى بالترابط الاجتماعي. هناك زخم هائل وكتابات كثيرة في مواقع الإنترنت بما يتعلق بموضوع الشعر، لكن هناك بعض التحفظات بما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا. عندما يكون الكم الهائل لا يوضع تحت المجهر ولا يمحص، مجهر النقيد أو الرقيب أكيد أو الناقد، نعم، ما ينقصنا في هذا المضمار هو عمليا يجب أن يوضع هذا الشعر الهائل، الكم الهائل من الشعر تحت المجهر لكي نخرج منه الغث والسمين الصالح، نعم، والرديء. طيب دعنا قبل أن نتطرق لقضية النقد في الشعر الحديث ربما العولمي على مستوى العالم، دعنا نتحدث عن أشكال الشعر اليوم. الشعر مكون من صور عمليا، هو لغة وصور. كيف تأثر الشعر العالمي بالانفتاح، بهذا الانفتاح الكبير؟ بداية أتحدث في البداية عن الشعر العربي، كيف تطور الشعر. لا شك هناك تطورات أو على مر العصور تطورات في الشعر العربي إجمالا وتحديدا الشعر العربي الحديث. للشعر مقومات وضوابط. عندما نتحدث عن الشعر القديم له قالبه الخاص، حيث تكون الشعر من قالب معين، من صدر، البيت مكون من صدر ومن عجز، قافية وموحدة، عدد تفعيلات مشتركة على مر الأبيات جميعها، وبحور الشعر الستة عشر طبعا. نعم. لكن في فترة لاحقة الرياديين على ما أعتقد والسياب، أو هناك خلاف بين السياب وبين نازك الملائكة، من الرياديين في هذا التطور أو الخروج عن هذه القوقعة أو هذا القالب الشعري الذي أعطى طابع آخر وجديد بما يتعلق بالشعر الحديث، بحيث شعر التفعيلة وما يسمى الشعر الحر. صحيح. أصبح البيت من سطر واحد، تعدد القوافي. أيضا ما يميز هذا الشعر أن هناك إيقاع موسيقي، يعني هناك تفعيلة، هناك بحر معين يسري عليه. لكن اليوم نتيجة الانفتاحات، ولكن قبل اليوم أستاذ إحسان، نحن وصلنا من شعر التفعيلة إلى الشعر النثري. صحيح. شعر النثر المغوط هنا في بلادنا، طه محمد علي، أمل جبوري أيضا. نعم. محمد المغوط الذي كتب، طبعا هناك بعض التحفظات بما يتعلق بالشعر التفعيلة أو عفوا بالشعر النثري الذي هو قريب النثر. ما يميز هذا الشعر أنه لا يمتلك هذا الإيقاع الموسيقي بمفهوم بحور الشعر، ولكن التفعيلة. يقول من يقول بأنه لديه إيقاع جمالي، يعني هو فيش إيقاع موسيقي ولكن صحيح. له إيقاع جمالي. يحاولون استعاض أو البحث عن طرق وسبل أخرى، عملية التكرار واستخدام كلمات متكررة كثيرا للتعويض عن الإيقاع الشعري، الشعر نعم. التفعيلة. ومن ثم وصلنا إلى زماننا هذا وزمان صحيح. الشبكات الاجتماعية كما تحدثنا. في هنالك بعض الخواطر التي تكتب في بعض الأحيان بالشبكات الاجتماعية، ليس هاما إذا كان ذلك الفيسبوك أو موقع التدوين المصغر تويتر وكذا، فيها بعض الجمالية. صحيح. لا نستطيع أن ننكر ذلك. صحيح. لكن هل الكتابة كانت بشكل نثري أم بشكل شعري؟ عرف الشعر سابقا أن الشعر هو البيت المقفل الموزون،
في حالة كتابة الشعر النثري، عندما يفتقد الشعر الإيقاع الموسيقي يصبح قريبا إلى النثرية. هناك من يدعي أن الشعر عليه أن يعبر عن مشاعره، عن حسه المرهف، لكن أعتقد يجب أن تكون هناك ضوابط. يعني هناك نازك الملائكة حاولت في كتابها أن تضع ضوابط للشعر ومقومات للشعر، لكن على ما أعتقد لم تنجح. نرى اليوم هناك انفتاح وهناك كتابات كثيرة فيما يتعلق بالشعر دون ضوابط ودون مقومات ودون مقاييس متبعة. نعم. وما نشاهده اليوم في العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي الكثير من الشعر، لكن هذا الشعر، هناك الشعر، أنا مع الإبداع والكتابة الإبداعية، لكن مع الجودة قبل كل شيء. نعم. ليس الكمية. أستاذ إحسان، نحن تحدثنا عن الشعر كديوان العرب يعني في بداية الحلقة، وفعلا الشعر هو من المواد الأدبية الهامة الروحية حتى الهامة لكل عربي منذ الجاهلية وحتى عصرنا هذا، إلا أنه يعني في عصر العولمة اليوم، هل لدى الشعر العربي هذه الخصوصية التي كان يمتلكها إن كان في الجاهلية وإن كان أيضا في العصور الحديثة؟ ذكرت نازك الملائكة والسياب، كانوا ينتظرون مجلة أدب عندما كانت تصدر ومجلة شعر، أليس كذلك؟ ولكن اليوم ليس لهذا من أهمية. أكيد، في السابق في فترة الجاهلية الكتابة كانت كتابة شعرية وليس كتابة نثرية. الشعر، الكتابة القديمة ما يميزها كتابة شعرية بحتة واضحة، لكن مع الانفتاحات والتطور والانفتاح مع الغرب هناك فنون أدبية حديثة ظهرت على الساحة، كالكتابة النثرية، كالقصة القصيرة، كالروايات التي لم تكن موجودة سابقا، كانت لكن مش بشكل إن على اعتبار أن الشعر هو ديوان العرب. نعم. لو استرقنا يعني فترة تاريخية 15 عاما مضت بدأ فيها الإنترنت، هل كيف أثر على الشعر العربي؟ أعتقد أن هناك كثرة في كتابة الشعر، هناك زخم هائل في الكتابة، في الكتابة الشعرية. أكرر، زخم ولكن بدون ضوابط حضرتك تقول. بالضبط. أقصد لك القصد هنا، نفتقد إلى النقاد. شو اللي بيميزه لهذا الكم الهائل الزخم؟ فيه أفكار، فيه صور جمالية، فيه إيقاع خاص، فيه تجديد في الإيقاع، يتعلق بكل قصيدة وقصيدة. أعتقد أن يجب علينا لكي نجيب على هذا السؤال أن نبحث كل قصيدة وقصيدة. نعم. لكن من ضمن أو من مجمل ما يكتب في الفيسبوك والعلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي، هناك شعر، يعني هناك شعر جيد وهناك شعر رديء أيضا. نعم. ليس فقط جيدا. سياسيا كيف أثر الشعر العربي مثلا في زماننا هذا، زمن الربيع العربي؟ هل أثر فعلا الشعر العربي على الحراك الاجتماعي السياسي داخل العالم العربي؟ لا شك طبعا، ما حدث في الربيع العربي وما خروج الأشخاص للشارع عن طريق الفيسبوك أيضا كان، ولكن ليس الشعر حركة، ليس شعرا، لا ليس شعرا، لكن استخدام أو توظيف هذه الاختراعات الحديثة لأمور إيجابية قد يقوي من الشعر أيضا. نعم. وصول الشعر إلى العالمية وإلى الدولية هذا يثري الشعر ويقويه، لكن ينقص الضوابط. أرجع وأقول الضوابط والنقد البناء. نعم. ولك في هذا مساهمة، ليس كذلك؟ تريد أن تسمعنا عن الربيع العربي. كتبت قصيدة عن وضع الراهن بما يجري في الوسط العربي في الشرق الأوسط، أسميتها حبر يراعي شاهد على العصر. كتبت هذه القصيدة من جانب إنساني أكثر وليس من جانب سياسي. سأختصر لضيق الوقت. منذ الخليقة سفك الدماء مسترسل يبحث عن مصبه بلا عناء. منذ الخليقة يولد الطفل صفيحة بيضاء، تناقضات الألوينة غدر الزمان يعلمانه صراع البقاء. بالأمس أبلغنا غراب البين بصوته المر الحزين، عن إخوة، عن أسرة، عن عصبة، تآمروا، تشاجروا، تقاتلوا، تدافعوا، تعاركوا، تراشقوا، تزامنوا، تسارعوا على مرور السنين، قتل الطفولة، فتك الفحولة، نزع الأنوثة في مهدها ذبح الجنين. حبر اليراعي جال سطور عن قتل قابيل أخيه هابيل، عن يوسف الصديق سيارة العزيز أدلت دلاءها إلى بئر دفين. حبر اليراعي
غطى الصحائف، مذابح الغدر في دمشق، مذابح القتل في مصر، مشاهد من روعها تندي الجبين، حبر اليراعي جال البلاد شرقا وغربا، من مصر حتى رأس حطين يشاهد عطر الطفولة زهرة الشباب، وضع الكرامة نزعت من رحم أم كنزع رضيعها الجنين. عشق القتال عند الجنود متينة، عشق القتال عند الجنود متينة كعلاقة الأم بالبنين. حبر اليراعي أنهى روايتنا بجملتين، رص الصفوف وأقسم اليمين، رص الصفوف وأقسم اليمين. أحسن، شكرا لك أستاذ إحسان. أردت أن أسألك يعني بالنسبة نحن نتحدث عن الشعر في عصر العولمة، ولكن هل في عصر العولمة أيضا هنالك تأثير على الثقافة العربية بالمجمل كما ترى حضرتك كمتابع وكمهتم بالشأن الأدبي؟ إجمالا هناك تأثير، هناك تأثير. الانفتاح الذي نحصل عليه اليوم، التطورات التكنولوجية اليوم، عن طريق ضغط زر بسيط نصل المعلومة إلى أبعد الحدود. لا شك هذه السهولة في توصيل المعلومة له تأثير على أدب العالم والأدب العربي إجمالا. نعم، وكيف ترى، يعني ذكرت قضية أنه عدم وجود النقاد في هذا العصر، كيف يعني كما تعلم حضرتك أنه في هنالك يعني حتى شركات في التكنولوجيا المتطورة في الهايتك تعنى بقضية يعني فحص النصوص بشكل أوتوماتيكي بشكل آلي، فكيف إذن بناقد هو لحم ودم يستطيع أن يستوعب كل هذه النصوص الموجودة في الشبكات الاجتماعية وفي المدونات المختلفة في البلوجز لشعراء وكتاب وأن يخرج منها الغث من السمين؟ يعني هذه مهمة مستحيلة. هو صعب جدا. أنا أعتقد قبل نشر أي أمر يجب أن يوضع تحت المجهر، يقدم لنقاد مهنيين، وبعد النقد ينشر هذا الأمر. هذا اعتقادي. طيب نعود بعد إذنك إلى مسألة يعني الخصائص التي تميز الأدب في عصر الإنترنت، الأدب العربي في عصر الإنترنت. هل اختلف مثلا، هل ترى بأنه الأدب والشعر العربي يقتربان من الأدب والشعر في كل مناطق العالم بفعل هذه القرية الكونية الصغيرة؟ لا شك، لا شك. طبعا الشعر العربي هو ايضا يعني يكتب باللغه العربيه عمليا، ويصل ربما للعالميه، لكن في حال اذا ترجم هذا الشعر ويفهم من قبل دول ولغات اخرى، ربما هذا الامر، نعم، هذا امر يساعد على ذلك. لا، ولكن هو يتاثر بالصياغه، هو يتاثر بالصور الشعريه، بالصور بشكل عام، بالافكار، يعني لابد ان هنالك تاثير. الم يؤثر هوميروس على كل العالم بشعره؟ لا، اكيد. على فكره هوميروس، يعني الإليادة تبعت هوميروس قد ترجمت في الفتره القريبه، البستاني قد ترجمها. نعم. اعتقد لو الملاحم الفترة الشعرية القريبة بتحكي قبل 200 سنة تقريبا، ما يقارب 150 سنة. قصدي لو ترجمت في الفترة القديمة، لو ترجمت الملاحم الشعرية في الفترة القديمة كان أثرت على الشعر. بمعنى الملاحم الشعرية ما يميزها، هناك الآلاف من الأبيات تكتب، آلاف من الأبيات على نستطيع القوافي متعددة. ما يميز الشعر القديم هو الشعر الغنائي. صحيح. لكن لم يكن هناك ملاحم شعرية. لو ترجمت في حينه هذه الملاحم الشعرية لهوميروس كان أثرت على الشعر في تعدد القوافي. كتابة الشعر بألاف 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 الأبيات يحتاج إلى تعدد القوافي وليس قافية واحدة، خوف أن نصل إلى الرتابة في الكتابة. نعم أستاذ إحسان، دعني أسألك سؤال ربما يخرج بنا عن هذا السياق. حضرتك دارس للأدب العربي، بطبيعة الأحوال تعد أطروحة دكتوراه لربما إن شاء الله العام المقبل تقدمها. أردت أن أسألك بالنسبة ل دراسة العلوم الإنسانية في عصرنا، هل لها مكان دراسة العلوم الإنسانية، الفنون، الفلسفة، الرسم، الشعر، في بعد مكان في زماننا؟ أنا شخصيا أعشق هذه الأمور. أنا كإحسان أعشق كثير هذه الأمور. أنا طبيعتي عمليا في المركز الجماهيري أحاول أن أطور هذا الأمور. اعتقادي هذا الأخي الخروج من القالب. لا أتحدث هنا عن مواضيع علمية بحتة كمجال الطب أو أمور، هنا أتحدث عن رقي. للأسف الشديد نحن نبعد كل البعد عن هذه الأمور. نفتقد مثلا فن المسرح، نفتقد فنون المسرح الذي هذا الفن متواجد ربما في الوسط اليهودي بكثرة، لكن كوسط عربي نفتقد هذه المسارح
وأنا مع دعم هاي الأمور، لأن هذا يعتبر رقي وهذا تطور وتطوير لدى الإنسان. كيف يستطيع التأثير على مجتمعنا بثوان هذه الفنون، العلوم الإنسانية بشكل عام؟ أمور كثيرة أيضا. باختصار، يستطيع الإنسان يعبر عن ذاته عن طريق المسرح، عن طريق كلماته، يؤثر على غيره، على الأجيال القادمة. نعم، أنا أريد أن أشكرك جزيل الشكر يعني في هذه العجالة أستاذ إحسان عبد الرحمن أبو غوش، شكرا جزيلا لك على قدومك إلى استوديوهاتنا. شكرا لك. عفوا. ومشاهدينا الكرام، وصلنا هنا إلى نهاية انترفيو لهذا المساء. شكرا للمتابعة، أجمل تحية وإلى اللقاء.